هنقول لكم عن افضل تشكيله للجوله 37 لفانتزي الدوري الانجليزي. في حراسه المرمى عندك اديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، عنده دبل هيلاعب فولهام وتوتنهام والماتشين خارج ارض، بس ده السيتي ما بيفرقش معايا يعني، وممكن نشوفه بيخرج بكلين شيت في ماتش من الماتشين. في الدفاع عندك تشالوبا لاعب تشيلسي عنده دبل وممكن تعتمد عليه. في بيرن لاعب نيوكاسل الدبل بتاعه مش هيبقى سهل، عنده فولهام ومانشستر يونايتد ولكن ممكن تفكر فيه برضه. معانا بيدرو بورو طبعا عنده دبل هيلاعب بيرنلي ومانشستر سيتي، الراجل بيساهم هجوميا بشكل قوي مع الفريق وممكن جدا يعمل جول او يعمل اسيست. خط الوسط ممكن تفكر في دي بروين لاعب مانشستر سيتي بيلعب اساسي الفتره الاخيره، وخاصه ان السيتي عايز يحسم الدوري، فدي بروين كده كده هيلعب اساسي مع بيب جوارديولا. في لعيبه كده مكمله معانا لنهايه الموسم، منهم طبعا بالمر اللي مسجل 21 جول مع تشيلسي ومقدم موسم خرافي، وطبعا سون مفيش خلاف عليه. نروح للهجوم، السفاح هالاند كده كده مكمل معاك وانت مغمض عينك، رجع بقوه في الجوله اللي فاتت امام ولفرهامبتون وسجل سوبر هاتريك عشان ينفرد بصداره هداف الدوري الانجليزي ب 25 هدف ويبعد عن اقرب منافسي اللي هو بالمر اللي جايب 21 جول والباقي كله جايب 20 و19 و18. ايزاكو كمان مكمل معاك كده كده ما ينفعش يتشال من تشكيلتك، جايب 154 نقطه ومسجل 20 جول. نيجي لاخر لاعب معانا وهو نيكولاس جاكسون، اوبشن مهم جدا لجوله الدبل وكمان من ضمن اعلى 5 لعيبه تم شرائهم في الجوله 37.